مرحبا بكم أصدقاء قناة لسونز شير التعليمية. جون فون نيومان هو رياضي أمريكي قدم مساهمات واسعة وهم في الكثير من المجالات، ويعتبر من أهم علماء الرياضيات في التاريخ الحديث. نبذة عن حياته الشخصية: جون فون نيومان ولد في بودابست هنغاريا في 28 من ديسمبر في عام 1903، وهو الأخ الأكبر من بين 3 أشقاء. أظهر جون موهبة وقدراته في اللغات والرياضيات، وفي عام 1925 حصل على الدكتوراه في الرياضيات من جامعة بودابست. وفي عام 1930 هاجر جون نيومان ووالدته وأشقائه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك دعا إلى جامعة برينستون، وكان واحد من 4 ألبرت أينشتاين وكورت جودل الذين اختيروا أعضاء هيئة التدريس في معهد الدراسات المتقدمة، حيث مكث هناك أستاذا للرياضيات حتى وفاته. وقد تزوج جون مرتين في حياته وأنجب ابنة واحدة. وفي عام 1955 تم تشخيص جون فون على أنه مصاب بسرطان البنكرياس، ويعتقد ذلك هو تعرضه للإشاعات أثناء مراقبته للاختبارات في موقع لوس ألموس. إسهاماته في علوم الكمبيوتر: وضع معمارية للحاسب بالحواسيب الرقمية وقوامها 5 عناصر أساسية تؤمن له أداء متعدد الأغراض، كما رأى أن يعمل الحاسوب باللغة الثنائية، وجميع الحواسيب المستخدمة حاليا تعمل وفق هذا التصميم. وفاته: قد توفي في عام 1957 بعد عام ونصف من مرضه بسرطان البروستاتا.